بس يقولون عقب ما شفتوا فعاليات امس قمت الصبح اليوم. يا سلام. ها يلا فهد فهد. لا باذن الله من الصوم خوش جوله. اليوم رايحين خوش ريوق، بس دائما اردد خوش ريوق، لكن صاحب الحلال شري صراحه. هذا هني منطقه اللي دائما اقول لكم عنها، اللي ساكنينها سكانها اغلبهم من ابخازيا، وابخازيا اقليم او دوله حاليا من ضمن روسيا. هذا مطعم له قصه صراحه بالمنطقه هذه. اول مره جيناه صدفه مع رفيج فرات دلان عليه، حبينا مطعم لذيذ جدا جدا جدا، بس صاحب المطعم يا اخي مره يصير زحمه عنده، يقول ليش جايين؟ تخيل يعني يستقبل الضيوف كذي، دش المطعم ليش جاي؟ دقيت ليش ما دقيت؟ لا ما يصير. انا شخصيا مره يعني ما بقول لكم طردني يعني مره من مره. عنده مشكله مع اللي مثلا والله تجي اذا معك اطفال يحسبه شخص، فتعامله متاكد. بس الذ اكل انا ذقته في تركيا مع احترام الشديد. ريوقه مو ريوق تركي، لا مختلف. جلسته مو اطلاله يعني، لا بسيط جدا، حديقه هناك، هني مظلل عشان مرات تكون شمس كذي، لكن السر كله بالاكل. الاكل ما تدري شنو اسم الحمسه هذه ولا هذه مثلا ولا هذه، بس والله لذيذ. الاكل لذيذ، عشان كذي قاعد اقول لكم انا متحمل. يعني ذاك اليوم وقفني واحد فندق علينا قال ابو سالم انت حاط بالمفضل عندك مطعم قليل ادب رعيه، قلت ليش؟ قال انا جيت ويا عيالي صغار وحسب عيالي صغار. قلت انا طاردني بعد مره من المرات قبل، بس الاكل لذيذ فعلا. لذلك انا اقول مثل الحين سواتنا، الحين اول ما قمت من النوم هناك دقيت عليه السلام عليكم، اتكلم تركي هو كسر، وانا قلت السلام عليكم دوغوس يعني تسعه، قال دوغوس كاتش ساعه، قلت خلاص شنو 30 ادري اوتوز، قلت اوتوز دكه خلاص، قلت احنا تسعه وبعد 30 دقيقه نوصل. لقيناه مضبط هناك طاوله وامورنا طيب. فانصح من وين تجيب رقمه؟ بخرائط جوجل نفسه، دق وكلمة، وهذا هو باختصار. مطعم لذيذ، الفكرة أن مائدة مختلفة، مو مائدة تركية، مائدة من أبخازيا، وهذا علم أبخازيا، لهم مثل ما تقول إقليم خاص فيهم، فمائدتهم مختلفة. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، خلنا أوريكم الفكرة كلها بالفرن هنا. ما شاء الله ما شاء الله، شوف هذا الجبن كله على الحطب، الخبز عنده خبز حلو يعني ما يحتاج تجيبون خبز وياك. كان هني معلق جاكيت، تذكرون الجاكيت اللي هني؟ معلقه يمكن سنه كامله كاتب للبيع هني، بس الظاهر انباع. من هي اذكره حتى لما صورته، وبعد صورت الجاكيت للبيع، رحت ورديت بعد اربع شهور ولا الجاكيت موجود، وبعدها المتابعين كل اسبوع اسبوعين يدزون ابو سالم الجاكيت للحين موجود، الظاهر الحين انباع. اول ما جيتوا قال لكم ليش محاجزين؟ عوافي عوافي يا حباب عوافي. هذا الربع بعد المتابعين لقيتهم هنا، وقال لي نفس اول ما جينا قال ليش ما دقيت؟ فيا جماعه طلع الحين توني فهمت العمليه كلها، لازم تدق قبل لا تجي المطعم هذا، لازم تدق وتقول له كم شخص وتقول له بعد كم دقيقه، وبس خلاص وتلقى امورك جاهزه. وهذا الربع مجتمعين، ها نطرب عايد. يا هلا باهل القصيم، يا هلا باهل القصيم، سلام الله، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ابو عبد الله انت رجل ذويق جدا، نبي تقييمك بعد المداوله مو الحين. والله للحين الحكم بعد المداوله الحين 99 10 لا لا لا. زين انت من زمان بتركيا شفت مطعم يقدم مثل هالوجبات؟ لا، اشياء غريبه ما ادري ايش اسمها، هذه حلوه هذه حلوه. ها آه الحين نبي تقييم 100%، ايش رايك؟ صراحه ما اكلت اكل مثل مختلف، اصناف مختلف تركيا، بس يا جماعه هذا تصريح منه، تصريح ابو عبد الله، يعني تصريح واحد طباخ ذويق تعرف يعني. الحين شو خطه؟ الحين توكل على الله على طول سوق السكاك، يعني ناخذ شغلنا كامل، طلي طلي نطلع بلقاع القفر، خراف خراف. اوه يجب علينا الذهاب. لا باذن الله الحين الى سكاريا. بس تبي تقييمكم، تقييمك ابو عايد المطعم؟ الحمد لله
عندك عنده مقبره طيب. جدا طيب نعم. بس لازم تدق تليفون من الافعى صاحب المطعم. لا دقوا تليفون قبل لا تجون، دقوا تليفون اموركم طيبه صراحه. اوه هديه حق ابو عايد، هديه صفقه يا جماعه صفقه جبنا. تشكر والله، تشكر. هذه ابو عايد، شوف ابو عايد، خلينا نفتحها. جبنا الظاهر هم يسوونها او شيء. درع جبنا ما ادري شنو حكاوي اليوم اكلناه تو مساء. صدق طيبه اللي كانت في صحن فخار. احط لكم اسمه او الرابط تحت، ترى على فكره موجوده بالمفضله هذا اسمه، بس ضروري تدق تليفون ضروري عشان ما تنطرد. هذا بعايد هنا، مره احنا جينا هنا سوينا طلبنا وجينا صلينا على الميت، كان هني في صلاة ميت. هذه المقبرة الله يغفر لهم. في سكاريا هذا السوق، أبو عايد يسميه سوق المباركية، وسوق مسقف وعنده الخضرة تبارك الرحمن. والله طيبة. ذكرونا قبل أن نطلع نشتري منها شباب. ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي هني خوش ملاحم وما ملاحم، أبو عايد مضبطنا هني. يا اخي ما شاء الله تبارك الرحمن، عليهم صفه بطاط وبصل. ما شاء الله، يقول مو تركي انا يا ابن زويد. ونعم. شوف الصفه والله ما شاء الله. انت مسويها؟ بدعت. هذا ينباع ولا ينباع؟ طيب متى تسويه؟ لا هذا المشتري من يجي يشوف البوتيتا زينه يقول لك اعطيه. اللي جوا ينزل نفسه. من يشوف البوتيت. يا سلام. هذا ابو عايد وهذا صديق ابو عايد. السلام عليكم. انت صديق ابو عايد؟ وين طلي ابو عايد؟ اوه جاهز من امس. جاهز. ابو عايد قال من 10 ل 15 كيلو. اسمه ابو الشهم؟ قصاب الشهم. اوه ما شاء الله. قصاب الشهم. ما شاء الله. ابو الشهم. الحما؟ هذا كبرى ها ابو شهم. هذا كبرى على قولة ابو عايد. ايد ابو عايد. إيه يعني مو ايد ابو عايد، ايدي انا اصغر. زين على الصحن جنب. شوف. وزنه؟ هذا 13. 13 كيلو، يعني هيرفي صغير. كم يعني كم يطلع الطلي يا جماعه؟ نبي نعرف. طقها الحين. كيلو 230. يعني كم سعر ال 3000؟ الا 3100. يعني كم؟ 36 دينار. 36 دينار. الكبده ما تريدوها؟ لا ما نريد الكبده. ليش ايش يفرق؟ الكبده وياه. الكبده ما تعرف شايفني ها؟ يقول انا شفتك قبل اليوم بس ما ادري وين. هذا يا جماعه رقم ابو الشهم، هذا رقمك هو نفسه ها؟ واتساب ابو عايد امس بالليل داز له فويس نوت، قال له جهز له خروف كذا، ولا هو اصلا عنده لحم. يعني ممكن يجهزك نص خروف، ربع خروف، 3 كيلو، 4 كيلو، تبي خروف كامل موجود بسوق سكاريا القديم. وهذا رقم ابو الشهم، قصاب ابو الشهم. زين اسمك ايش؟ جبل. والله انك جبل يا جبل. ونعم انعم واكرم. ابو عبد الله قال تبون كشته، تبون نطبخ، نبي تشوله على وصفه. عندكم تشوله؟ قلنا عندنا تشول واجد تشول. قال لا نبي تشوله تنهض الجدر. قلت شلون تنهض الجدر؟ عاد الحين مساعة جيت عند المحل، هذه تشولة تنهض الجدر. أبو عايد هذه تنهض الجدر؟ تنهض. أنا أشهد بس أبو عايد يقولك هذه تنهض الجدر. على قولة أبو عايد يقول هذه نظام شرايح تعطي النار دوامة، الله يكافي نشرها. ها أبو عبد الله تنهض ولا ما تنهض؟ والله شكلها ما تنهض. لا تكفى. والله شكلها. لا أبو عايد قال إن هذه نظام شرايح، نظام دوامة، ما أدري، أعطانا نظام والله قال بالفيزياء ما ادري شنو، قال هذا نظام شرايح. قلت شنو نظام شرايح؟ قال تسوي لهب دوامه. الحين بيركب له هوز ونشبها. شوف بيكلير سكت. بو بوره كلبشه. شوف توني اكتشفها، عرفتوا الغفيص؟ يسمونه بالتركي كلبشه. كلمه جديده هاي التركي. كلبشه. لازم اركب هذا، لازم اركب قفل ذكي. يعني ليش اجي اطق الباب كل مره اطق الباب؟ بس هذه المعضله. وابن الحلال حتى المقاول دق علي امس ما اقعد راحه بالبيت. عموما
تريحة كذي الحين بريك ورانا كشتة إن شاء الله. أمورنا جاهزة تقريبا، أمر الربع ونطلع كشتة. الكشتة بإذن الله هناك هناك هناك، مو القمة، تحت القمة هناك شوي بإذن الله. يلا توكلنا على الله. أول القعدة جاهزة وعلى الإطلالة هذه الحلوة، هو الملاس الجديد توني شاريه، وهذا خروفنا. نزل العود، نزل نزل كبيرهم الآن. نعم يأتي الآن للتصوير. الله أكبر، هذه ممنوع استخدام، بس تحطها كذي بس طالع استانس. ها كمبودي، يقول كمبودي. ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، تنهض الجذر ولا ما تنهض الجذر؟ ان شاء الله تنهض الجذر. وخر وخر. بسم الله بسم الله، خلينا نشوف. مبروك مبروك الجوله، باركولنا على الجوله الجديده. ها دير بالك بس، اخاف ما تولع الجوله هناك هناك، يمكن ال لا اله الا الله. يلا ها باركولنا يا جماعه الجوله الجديده، تنهض الجذر. الله اكبر الله اكبر. سارة حمراء مو زرقاء. تنهض ولا ما تنهض؟ سارة حمراء مو زرقاء. لا لا، الحين نضبط العيارات، الحين نضبط العيارات. هذا هذا هذا، لا خله خله خله، هذا صبغ لا حبيبي. لا لا دقيقة. صبغ. الله عليك يا ابو رحاب، الله عليك، الله عليك يا ابو رحاب، الله عليك يا ابو رحاب. يا سلام بالكشتة قهوة تركية، يا سلام تركية هذه. ها اي نعم، يا سلام عليك. اوه هناك قهوة تركية، وهني عند الدكتور قهوة عربية. تسلم. جاهز؟ جاهز، بس خله شوي على ما يخدر. وين الجدر؟ هذا جديد. مبروك مبروك، جدرنا جديد اليوم، جدرنا جديد يا جماعة، الكرتونة بعد جديد اليوم، جولة جديدة تنهض الجدر. الله 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 الله، جدر ضغط تركي. الله يستر، طريقته مختلفة، ما ادري شلون. شوف 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 شلون يسكر. غسله عشان خلينا نغسله، بس استخدام اول مرة. عاش 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 عاش، سلام يا سلام. هذا 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 اللي ينهض الجدر. شوف شوف شوف، هذه الجوله اللي تنهض الجدر على قولة ابو عبد الله، صارت لازمه الحين. لازمه الجوله اللي تنهض الجدر. تنهض الجدر. هذا امن، مسكر لانه يسكر. هذا شنو ميزته؟ شوف الحين هذه تصعد داخل هنا فوق، حيث ما تفتحها عشان امن لك ليه ما تنزل من نفسها. طبيعي مقصود هذه. تسلم تسلم. ايوه هذا اللي بي، هذا اللي هو ما في بدون معجون طماط، بدون ماي، بدون ماي، ثوم، طماط، بس طماط اصلي. اي بس ما علم عاد الخلطة. في اسرار، في خلطه ما يعني، في اسرار، في اسرار ما علم. يعني عطنا عطنا. ها كنا فيها كركم مثلا، بس يعني هذا كركم اقوله صح. ايه لونها واضح. بصل طبعا، ثوم، ما فيها ماي. عطنا عطنا فيها. اجل ابو سعود، انا والله ندمان على شنو فكرت مدة جزء من الثاني اني ما اجي اليوم الطلعه. وندمان لانك على هالوسوسه ندمان انك فكرت. اي والله جزء من الثاني انك بغيت ما تجي. اي والله الحمد لله انك جيت. الحمد لله الحمد لله. والله يا فهد، والله يا فهد تبي الصراحه، وجود ابو عبد الله قعدك على الكرسي. لا والله شوف، والله قعدك على الكرسي. ابو عبد الله طريقه بالطبخ، وابو عايد طريقه طبخ، كلهم يعلمهم تقدير والاحترام. اكيد 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 اكيد. بس انا ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ قلت ابو عبد الله اليوم قعدك على الكرسي. اسمع علمك حجمك. لا 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 لا، ولا هالدرجة. شخصنا انا بطبخ شنو؟ اصفط الكل. لا لا لا، كلام ترى كبير، كلام كبير.
ايش رايك ابو عبد الله؟ ايش رايك بالملاس الجديد بس؟ مأدي اليوم بالطبخه صح؟ اي اي راح يعطي الطبخه طعام الملاس الجديد. اي اي ترى جديد ملاس بلمعه اللمعه اللي احنا موجود فيها. هذا الزركش وهذا اللي هو الكشمش، هذا شنو يا جماعه؟ ابو عبد الله هذا شنو الثالث؟ سر ها؟ شنو تمر هندي شو اسمه هو؟ هذا 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 هم بعد زبيب كشمش بس العود سودا زرش بس وصل حمص زرش حبيبي يا انت 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 في اي بي انت في اي بي انت فهد فهد هذه امور مو مستواك والله مو مستواك والله روح اقعد روح اقعد روح اقعد على الكرسي على الكرسي انت كبسه بس حتى مجبوس ما تعرف روح 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 اقعد روح اقعد والله هذه بعض الاسرار هذه بعض الاسرار لا حد يسال شنو لا حد يسال لا حد يسال فهد مو موجود اهم شيء نشوف فيها شويه هيل صح مو جوز الطيب لا فيه هيل فيه دارسين صح ولا انا غلطان صلح لي بس ما صلحني انا اقول كل جمله حبيبي 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 ابو عبد الله هذا طباخ بيوت هذا مو طباخ كشت الله 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 شوف 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 لحظه لحظه راح يجيب راح يجيب الحركه الحركات اللي غايضة فهد يا ابو عبد الله غايضة فهد 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 روح بحياتك ما فكرت بكشمش بكشته بحياتك زركش هذا ما مر عليك الا مطعم ايراني عارفك انت ما يدوم لي صح ما يدوم لي لا ابو عبد الله حبيبنا راح ينقل من بورصه يجينا هنا لا طبعا ونعم فيك اخوي فهد انت بارك انت بارك فيك انت بارك فيك انت بارك انطني الافرق لك والله اجرام والله اجرام فهد ها في ادلع من كذي مر عليكم ادلع من كذي واحد اثنين ثلاثه اربع اصناف لا خمس اصناف حشو يا سلام زركش هذا شغل ايران مو مالكوي حبيبي قول قول تقول انت فهد انت قلبك متروسه على قولتهم قلبك متروسه على اول ما تالي تنعم فهد حدك كشمش روح بس مو كشمش بعد نخي شوف ابو عايد سوي روح هناك ابو عايد سوي روح هناك وين صدق والله صدق ليش ترد اللحم هني؟ عشان احسن يا طيب. ها. نكهة العيش كذا. صدق؟ يعني قصدك نكهة العيش تصير فيها من نكهة اللحم أكثر. إي شو اسمه؟ وما راح أجاوبك على كل الأسئلة. يبطل سحره بعدين. بيرد اللحم هني بعدين. لازم. وبعدين. والله يا جماعة هذه 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 بس ودك تشوفها بس المشهد الحين. بخاطرك زركش موجود. كشمش احمر كشمش ما كل انواع موجود الزبيب على قولتهم بعدين شنو الماي زايد اصلا هذا 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 حكايه هذا بروح اوه شوف 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 شيء مقلي وشيء بالعيش هناك حطه واضح واضح اللحم ذايب 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 ما شاء الله تبارك الله لا 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 اوه راح راح شوف 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 اسحب 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 سلام. هذا نصرت ما سواه ها؟ اي ما سواه فهد تعلم تعلم شلون ينشال الحشو شوف 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 شفت شلون؟ تم عمليه المزج الحشو بعد له هندسه اي اي له هندسه شوف 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 يحط ايوه على ايوه شفت شلون؟ شفت شلون؟ ايوه ايوه تعلم 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 كنا ام علي اليوم فهد فهد مو مضايق قلبك مو مضايق صح؟ قلبك قلبك ابد ما مضايق فهد صدق ترى دائما اللي ما توصل مستواه صح؟ مستوى عادي عنده يعني والله فيري جود سميك والله انواع 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 ال 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 فراد يو لايك مجبوس لحم؟ اي لايك فراد ذيس وان وات نيم ذيس وان؟ مجبوس لا لا ذيس وان ذيس ديكوريشن مجبوس ديكوريشن مجبوس شفت شلون؟ الحشو اسمه ديكوريشن مجبوس يلا يلا يا احباب يلا فضل فضل فضلوا عوافي 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 الحين بس بس ناقص المعبوش 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 ابو عايد عبد الله والله قبل لا اكل كثر الله خير وتسلم ايدك ان شاء الله طيب بس عرفت اللي يقول لك شكرا بحجم السماء الله يحفظك الطبخ اليوم تم تسميتها ابو انا سميتها المربك والله المربك ما تدري الله يجزاك ما تدوق لحم تدوق عيش تدوق دقوس تدوق زبيب اللي هو كشمش ولا واللحم في شيء مقلي وشيء ما ادري شلون ما شاء الله اذا اذا في منيو نسميها المربكه المربكه نعم سميناها ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله هذه في المنيو اسمها المربكه المربكه حاضر مثل ما تقول ها فرات طيب
ديكوريشن قصد الحشو يعني ديكوريشن 100 ها ديكوريشن لذيذ عوافي عوافي فرات اي والله عوافي ها دكتور عامر شلون شلون الطبخه ابو عايد الله يبارك لك انا مش ما تحكي ها ابو رحاب الامور تمام اي والله يا عبد الله اي والله اي والله نبي شعري شوف اللون والله هذا وقته يعني توقيت جدا جدا مناسب تسلم تسلم يا الحبيب يقول نصاب الشاي فنجاناني لكن مع الاحباب ليس له نصاب الله 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 يا شاي الحين عقب هالغدا الطيب احنا بشهر 7 يا جماعه لابسين جاكيتات خلاص والله خلاص خلاص بس الجو الحين من بعد الساعه 7 عاد لازم جاكيت هذا رسمي اي والله مشية اخر الليل مع الدكتور بعد ما نهض الجدر ها بعد ما بعينا بلاء حسن والله اليوم وجبة تبارك الرحمن صراحة كثرنا بالاكل خلنا على الاقل امشينا على الاقل على الاقل خلنا نسكر العشر ثلاث على الاقل ما حاجة